الموضوع اللي بعديه هم الاسينوتيك جنرال ديزيز اللي هم without شانت. without شانت في عندنا obstructive وعندنا obstructive. الobstructive اللي هم ايش منهم الكارتيشن فورتا والاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس، وفي عندنا النون obstructive بضل عندنا اللي هو كارتيجنر سيندروم. الابستراكتيف ديزي ابستراكتيف ليجن بشكل عام هذول خصائصهم من الكارديك اوتبوت بيكون عندهم لو، لانه ببساطه عندنا ابستراكشن احنا في الفالف او بالاورتا في الكارديك اوتبوت بيكون لو. اليورين اوتبوت بيكون لو لانه البلد فلو للكدني بيقل. فالور بيكون عندهم كول ليمس اطرافهم بارده. بور بلس عندهم بيكون ضعيف. بور شوك ستيت بصير عندهم، بصير عندهم سادن ديث خاصه زي الاورتيك ستينوزس بصير عنده سادن ديث اند كولابس. سادن ديث اند كولابس لانه البلد فلو للدماغ بيقل فيمكن يصير عندهم سادن ديث اند كولابس. كولاتيشن اوف ذا اورتا نحكي عنها سريع، موست كومن سايت لها ديستال تو ذا سابكليف تو ذا ليفت سابكليفين ارتري. موست كومن سايت لها ديستال تو ليفت سابكليفين ايش ارتري اللي هو احنا بنعرف هي هون الطلاب بنطلعوا كيف هي عندنا هون البلمونري ايش هي الاورتا عفوا هي الاورتا بعدين هنا عند الارتش اوف ذا اورتا. هنا في عنا أول برانش، في عنا هنا ثاني برانش، هنا ثالث برانش، هنا في عنا هذا بنسميه إحنا اللي هو بريكوفريك ترنك، هذا بنسميه إحنا اللي هي ليفت كونكارتد أرتري، هنا بنسميه إحنا ليفت سابكليفين أرتري. هسا الكورتيشن أورتا بيجي هنا، كورتيشن أورتا لاحظوا بيجي هنا، لاحظوا وين هذا المنطقة، هاي المنطقة بسموها ديستال تو سابكليفين أرتري تو ليفت سابكليفين أرتري. هذا ليفت سابكليفين أرتري المنطقة هاي بسموها ديستال تو سابكليفين تو ليفت سابكليفين أرتري. في بعض اللي بسموها جوكستا دكتل يعني الدكتس ارتريوز عند هذا المكان بيكون اصلا جوكستا دكتل. طيب على كل حال هاي بسموها جوكستا دكتل، هاي هي الموست كومن. الاسوسييتد ويز بايكاسبيد اورتيك فالف 50% من الاطفال. عند تيرنر سندروم بنسبه 35%. ذا موست كومن كونجير هارز تيجي عند التيرنر هي كوركتيشن في الاورتا. هذا السؤال يجي من الامتحانات. اسوسييتد ويز ابر لمب هايبرتنشن اند لور لمب هايبوتنشن. ابر لمب بينك، اللور لمب بيكون بلو. upper limb بيكون normal growth and of hair and nail. lower limb لا بيكون poor growth للhair والnail. ليش؟ لأن المنطقة قبل التضيق بيكون الضغط فيها عالي والمنطقة تحت التضيق بيكون فيها الضغط low. radiofemoral delay very important هاي العلامة radiofemoral delay. differential hypertension and بصير عندهم prerenal acute renal failure. physical examination لاقي سوستو نحن مرة عندهم chest x-ray لاقي left ventricular hypertrophy and ribs notching. rib notching على x-ray على chest x-ray very typical and very characteristic للcoloration of the aorta. ECG بتلاقي left ventricular hypertrophy. التريتمنت لهم prostaglandin E1 المرض الاسيونيتك هارد ديزيز اي سي يونيتك اللي بنعطيه الوحيد بروستاغلاندين اي 1 عشان نخلي الدكتس ارتريوزس فاتحه هو مرض الكو اي. ارجوك ركزوا عليه بروستاغلاندين اي 1 تو مينتين دكتس ارتريوزس اوبن عشان نخفف البريشر على الليفت فنتريكل. البيست از لانه البروستاغلاندين اي 1 وين بنعطيه احنا فيري كومن في السيونيتك كونجرز هارد ديزيز. ما في ولا اي مرض اي سيونيتك بنعطيه احنا بروستاغلاندين اي 1 الا مرض واحد هو الكو اي. ارجوك ركزوا عليه. بيست از سيرجري اكيد. متى بنعمل عمليه في النيونيتال بريود؟ لاحظوا الـ ASD عملناها سنتين لخمسة، الـ VSD عملناها على السنة، الـ BDA لثلاث أشهر بستنى عليهم الـ BDA، الـ Corrotation of Aorta في النيونيتال بريود، يعني بأول 28 يوم في الحياة بنعملها. البعدية طالب الـ Aortic Stenosis والـ Pulmonary Stenosis بشكل سريع. Aortic Stenosis most common cause عند الأطفال is bicuspid aortic valve. Bicuspid aortic valve هي most common cause of Aortic Stenosis عند الأطفال. Most common cause of Aortic Stenosis عند الأدر طبعاً calcification، هذول غالباً يكونوا elderly، يكونوا elderly الـ age تبعهم above 60 أو above 65 years. Most common type is valvular 75%. في أنواع أخرى الـ Aortic Stenosis زي muscular وزي membranous ولكن valvular هو الـ most common type. Sign and symptom طلعوا ASD. ASD الـ angina، الـ angina exertional chest pain اللي هي exertional angina هاي most common symptom للaortic stenosis اللي هو chest pain on exertion هاي very important. الأس عنا الأس أكثر من أس عنا 3S 2-3S syncope بصير عندهم syncope exertional syncope بالأخص بصير عندهم sudden death بصير عندهم silent يمكن يكونوا بعضهم silent اللي هي majority of the cases بيكونوا silent. هذول silent بيكون الاستينوزس عندهم mild to moderate. أما هذول symptomatic بيكون الاستينوزس عندهم ماله severe. هذول بيجونا بأعراض angina syncope sudden death بيكونوا severe stenosis. أما إذا كانت mild to moderate بتكون silent بتكون asymptomatic. ومعظم الحالات ترى هي الماجوريتي هي silent لأنه التضيق بيكون mild to moderate. mild يعني aortic stenosis in general لما aortic surface area 2-2.5 والmoderate لما يكون من 1 إلى 2 من 1-2 سنتيمتر. أقل من 1 بنسميه إحنا severe، أقل من نص بسموها critical. الphysical examination systolic ejection murmur هي النوع الثاني من الاشياء اللي خلناها اليوم تعمل السيستوليك اجكشن ميرمر. هذا بسموه سيستوليك اجكشن ميرمر او بسموه ميد سيستوليك ميرمر. بسموه ميد سيستوليك ميرمر او بسموه سيستوليك اجكشن ميرمر. لاحظوا الاي اس دي كان ميد سيستوليك ميرمر اللي هو سيستوليك اجكشن ميرمر ميد سيستوليك ميرمر. والاي اس دي وهنا كمان نفس الشيء الاورتيك ستنوزس بيعمل هو ميد سيستوليك ميرمر هو سيستوليك اجكشن ميرمر. ارجوك ركزوا عليه. اي سي جي عند ليفت انتركل هايبرتروفي اند ليفت اكسس ديفيشن بيكون عندهم في الاورتيك ستنوزس منطقه لما يكون التضيق الصمام هنا
صمام هذا الأورطة. هذا التضيق راح يأثر على اللفت اندريك اللي يكبره. السيفير كيسز بكون السيفير أورتيك ستنوز بكون أقل من 1 سنتيمتر مربع وتكون سيمتوماتيك. وننتبه ترانس أورتيك بريشر جريدينت لما يكون أكثر من 50 مليمتر مركبي. هذا ديفينيشن أوف ذا سيفير أورتيك ستنوز. تريتمنت سيرجري اي في ار أو أمراض بالون ديليتيشن أونلي فور سيفير سيمتوماتيك. For severe symptomatic patients. The severe symptomatic patients نعملهم surgery هي aortic valve replacement أو أمراض balloon dilatation أو أمراض إشي اسمه تافي. السربوناري ستينوزس اللي هي transvascular aortic valve implantation. طب البلمونري ستينوزس most common associated with Noonan syndrome. Most common congenital heart disease بيجي مع Noonan syndrome هو البلمونري ستينوزس. Associated with Rubella syndrome. Rubella بس Rubella most common بيجي معها BDA. بيجي مع حكم أمراض pulmonary stenosis. The trunchial fold بيجي مع trunchial fold أكيد. Most common type is valvular 90%. اللي زيها زي الأورتيك stenosis. Sign of symptom asymptomatic معظم الحالات ترى. هسا ننتبه طلاب مع إنه هدول السيمتوماتيك بيجوا congestive heart failure بيجوا injection systolic murmur كمان pulmonary stenosis زيهم زي الأورتيك stenosis اللي هو injection systolic murmur بسموه mid systolic murmur. والاي سي جي بتلاقي رايت انتركل هارت ريفي رايت اكس ديفيشن عكس الاورتيك ستنوزس كان ليفت انتركل هارت ريفي ليفت اكس ديفيشن منطقي لانه هون الاورتيك لانه البلمونري فالف هي موجود هون في الرايت سايد تضيق هذا الصمام من هون راح ياثر على الرايت انتركل وراح ياثر على الرايت اتريوم ويعمل لنا رايت اكس ديفيشن ويعمل رايت انتركل هارت ريفي الفيزيكال اكزامينيشن بنلاقي ايجكشن سيستوليك مرمر مره اخرى التريتمنت سيرجري بلمونري فاسكولار ريبليسمنت او بلمونري فالف بالون ديليتيشن اذا كانت سيفير ستنوزس يعني بيكونوا السيفير هم السيمتوماتيك طبعا اذا كانت السيمتوماتيك هذول بيكونوا مايلد تو مودريت بيكونوا مايلد تو مودريت ديجري ننتبه لهي النقطه خلصنا الايسونيتيك الابستركتيف ليجن او ابستركتيف كونجنتال هارت ديزيز